دوس هنا. ايوه ايه ده؟ الدين 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 خدي. بان بان الجزء السابع رسميا نزلت، فانا حبيت اكون اول الناس اللي تنزل عنها، فياريت تقدر التعب والمجهود دوت وتعمل لايك حالا للمقطع دوت، وخليك كوماندو وانزل اشترك حالا في قناة عبدو ماندو. عاوزين نوصل يا شباب المقطع ده ما لا يقل عن 50,000 لايك، ومش عشان ما اطولش عليكم يلا بينا على بان بان 7. بسم الله الرحمن الرحيم، بدأنا يا شباب اللعبة وفي صندوق. طبعا يا شباب كده ايه، تذكير سريع للجزء السادس تقريبا انتهى بان احنا موتنا صح ولا انا غلطان ولا مش فاكر، حد مات وحد خطف حد وحش اكل حد. بالنسبه للواد الذي يبحث عن طفله المفقود يعتبر الوقت مساله حساسه، انكر فوق السعر تقديم الوقت. ماشي، احنا ولد بنبحث عن ولد مفقود. طبعا يا شباب في حاجه ظهرت تقريبا المصاصه، انا ما خدتش بالي، انا مستعد لتختيم كل دوت ملوش دعوه، اللي هيختم يا شباب يلا يبتدي معانا كده ويمشي معانا بالخطوات، انا ما اعرفش ايه اللي هيحصل. اول القسم الحركه دبليو تا يا جدعان هترشدونا جو فوق، اطلع فوق بسم الله. الجري السريع ماشي، انتوا بقى لسه بتعلمونا يا يعني جدعان، احنا متعلمين من بدري يا جدعان. ايه ده يا جدعان ايه ده، في حد ده، في حاجات كتير قوي جوه. اضغط على الزر الايمن لتحديد موقعك. يا عم اخلص يا عم. اول حاجه يا شباب كده هنجيب الدورن بتاعتنا ديت، انا شفت زرار هنا، بعد اذنك يا دورن تعالى هنا كده اهو، يلا بيب 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 بيب، اخيرا يلا تعالى هنا بقى كده اهو، يلا دوسي بعد اذنك على الزرار ده كده بسم الله، يلا اخبطي تين، شكرا كده. المفروض الباب دوت الشباب يكون فتح ولا حاجه. هوبا تعالوا كده يا شباب نشوف لسه في ايه ده. او ماي جاد، شايفين يا شباب في 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 حشره صراصير دي ولا عناكب دي ولا ايه ده؟ ايه ده؟ في واحد ماشي على الباب، ايه ده؟ او ماي جاد، والله العظيم يا شباب الجزء ده شكله كده يستاهل لايك، فيا ريت ترزع اللايك الجميل عشان خاطر ايه؟ لسه الاجواء هتبقى حماسيه اكتر. دلوقتي شباب في زرار تاني هنا انا كنتش واخد بالي منه. بسم الله الرحمن الرحيم، اتكل على الله. بيو شكرا. ايه بقى هنا ده؟ ايه ده الزرار ده؟ ندوس عليه؟ طب استنى ادوس، ادوس عادي. بيقول لي ايه بقى؟ جالي مش عارف ايه كده، بيعمل سكان. بيعمل سكان على ايه؟ انا المفروض اقف هنا اوكي. بيقول لي اكتشفنا حاجه. ايه ده بعد ما وقفت هنا اكتشفوا حاجه؟ بام بام مش عارف ايه. يلا بينا يا شباب نشوف هيقول لنا ايه. كود تم الزرع مستوى. ايه ده انا مالي يا عم بالحاجات دي. مرحبا بك في دليل الموظف للبقاء على قيد الحياه. ازاي تعيش على قد ما تقدر؟ الحفاظ على طريق سيما ولكن القصوى، اهم حاجه ان احنا ما نقطعش عن طريق العنكبوت. ايه ده؟ مش ده نبنب؟ العنكبوت نبنب. العقل السليم في المخ السليم. الخطوه الاولى لا تكون بطلا. مما كنت اتمنى. طبعا العنكبوت نبنب احنا مش قده، فهو لو هجم علينا هياكلنا. ايه ده ثواني، انتوا افتكرتوا حاجه يا شباب؟ مش شايفين جيش حشرات؟ انا حاسس ان هي عنكب صغيره. ايه ده بيحب الحب ده ولا ايه؟ في كارت هنا، في صوت جه من هنا. الو اذا كنت مش عارف ايه يا جدعان، خلصونا يا جدعان، هتشرحوا كتير ولا ايه؟ بيقول لك لو ما عرفتش تتحاربوا اعمل صوت واجري او اتصل بالحكومه. بيقبضوا عليا في الاخر. بيقول لك اتصل بفريق الاصلاح. لا انا اسف، شفت سبب صوره الوحش الجديد ده ولا ايه؟ بقول لك اتصل هيجوا لك حالا. مين دول بقى اللي هيجوا لي؟ ده انا هنا بقى لي سنين يا جدعان مش عارف اخرج. الانانيه هي العدو الاول، وبهذا نختم دليل السلامه. يا جدعان ده انتوا تعبتوني بقى لهم ساعه يا جدعان، بيرغوا يا جدعان. تذكر ركب السقف على نطاق واسع. سقف ايه ده يا جدعان؟ ما انا عايز افتح ام الزرار ده بقى، افتحه ازاي بقى؟ انا تعبت بقى. في ما تعصبونيش بقى، الحشرات كتير قوي جوه يا جدعان. لا خد بطاقه، طلعوا لي كارت، شفتوا بقى؟ هير وي جو، خدنا الكارت يا شباب، هيا بينا لنتسلق كده يا شباب. معانا الكارت البروتوكول. انا عم في حاجه غلط، في حاجه انا ناسيها، في سامثينج رونج. يا جدعان انا معايا الكارت على فكره، انا معايا الكارت. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ والله ما خدت بالي، والله ما خدت بالي. انا يا جدعان بقول الكارت مش شغال، يا ترى كان في حاجه هنا بتراقبني وانفجرت مره واحده كده. طب بقول لك ايه، يعني كده الكارت هيشتغل صح؟ 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 ايوه صح. اوكي ليتس جو، بسم الله. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. يا جدعان ده يا جدعان كل الحاجات ديت، بسم الله الرحمن الرحيم. استنى كده ادوس عليهم. وبا وب، دي عناكب، عناكب كما توقعت. بس بيقول لك ركب السقف. طب انا اركب ايه في ايه راكب في السقف دي؟ اراقب ايه في السقف؟ الباب ده مقفول، في كارت هنا، مفيش اي حاجه هنا اصلا. طب ده ايه هنا؟ دي مرجحه. بسم الله الرحمن الرحيم.
المرجيحة يمين ولا شمال؟ تعال نمشي كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا يمين. اللهم اجعلنا من اهل اليمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هات الولاعة دي. ايه انا بيقول لك راكب السقف. ماشي هنروح فين دلوقتي؟ بيب 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 بيب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله. في ايه ده؟ في زرار اهو، في زرار اهو، في زرار اهو. تريت ايه ده يا عم؟ انت خضتني يا عم، كان جاي في وشي يا جدعان. بسم الله الرحمن الرحيم. البرميل ده ماشي. ايه ده اهو؟ نبنابه هناك اهو. ازيك يا نبنابه؟ يلا قالوا لي ركب السقف. انت كده جاي تاكلني ولا ايه؟ طب انا اروح منك فين؟ تعالى يا شباب نروح نشوف الباب اللي جاي. بيب 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 بيب. نبناب بيب 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 بيب. ايه ده؟ ورق حمام ده ولا ايه ده؟ لا دي مناديل. طيب الى اين الان؟ الى ناب ناب. مساء الخير. انا فكرت واقف ما بيتحركش، انا فكرت واقف ما بيتحركش. هجم، شفته هجم عليا ازاي؟ زي ما انا بقطع ايديا كده بقى ورجليا زي ما فيك فيك كل الكلام ده. احنا بنلعب يا شباب بنلعب. يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب. ده اللعبه اول ما بدات لقيت دول هجموا كده. ماشي. طب ده في لغز هنا بقى يا شباب. بص بقى انا هشغل مخي كده عشان نعرف حل اللغز ده ايه بقى. لازم نشغل مخين. اول حاجه باشا هنجيب الولاعه دي. ما دام في ولاعه يعني فين العنكبوت؟ العنكبوت فين؟ هيجي هنا صح؟ هيجي من هنا، هيجي في المكان اللي احنا بدانا منه. تمام اوكي. هندوس على البتاع ده بيقول لك ايه هنا بقى؟ اشحن الابواب. اوكي هو جه هناك اهو. تمام بعد كده يا شباب نروح على الباب اللي بعديه صح؟ هناخد ال بلا كنت هقع. ناخد البتاع دوت ماشي. بعد كده نرجع بقى. كله ركز كله ركز في قدرات منذ الخارقه. بعد ما نرجع استنوا كده يا جدعان، انا ما شفتش الباب ده. ده مش هيفتح. طب ده ممكن يكون ازرق. ايه ده؟ في حاجه هنا. ايه ده؟ ولاعه يعني بتولع، ودوت برميل بترول صح ولا انا غلطان؟ ايوه. تعالى طب هنولع فيه ازاي؟ ما تقوليش هنبعت اللي انا اخدته يا شباب مش ورق حمامات، اللي انا اخدته دوت شريط لاصق انا متاكد. ده أنا ولا انا ركبت فوق ايه؟ طب استنوا كده. ايوه ايوه تريك. ايوه لزق اهو. اديله اديله خلاص كده يا شباب لزق. طب ابعته له ازاي؟ طب ما انا لو دوست ده ولع، ده ولع يا شباب ولع. اعمل لايك بسرعه. طيب احنا عايزين نبعته له، نبعته له ازاي؟ طب استنى كده. تعالى كده تعالى كده، انا عندي فكره انا عندي فكره. ماشي انا لو دوست كده وبا. ايه الغباوه دي؟ ايه الغباوه دي؟ طب استنوا كده يا شباب. بسم الله. وبا وبا. ايوه والله غبا يا عبد المنطق، والله غبي والله غبي، هتضيع نفسك. هوبا ماشي ادي كليك. ماشي انا لو دوست كده ده هيروح كده وده هيروح كده صح؟ صح ولا انا غلطان؟ اهو يا عم انت دوس بقى دوس اهو يا عم. ده بيرجعني تاني، بيشغلوا بمخهم عليا يا شباب. طيب الزهر كده يا شباب لازم ادوس العكس. لو انا دوست مش عايزه تيجي ليه؟ انا لو وقعت يا جدعان. يا عم يلا دوس يا عم دوس دوس دوس. روحي روحي يلا كلها كلها. موت موت موت. كل 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 يا عم متاكلها بقى وموت بقى يا عم. تعبتني يا عم نبناب. بسم الله الرحمن الرحيم. مندو كوماندو يا شباب. انتهينا محاولة الحمد لله. جت معانا بلالة على الاخر. ماشي الى اين الان الطرق؟ ايه ده؟ تعالى شباب نشوف مين هنا بيراقبنا. ده ايه ده؟ او ماي جاد. ده زرعة العناكب في كل مكان. اطفال دول اطفال. قتلت امكم وانا هو طلع النتايه في الاخر يا جدعان. كل ده فاكره راجل ولا دي واحده تانيه ديت ولا ايه؟ مش فاهم حاجه. بس ايه ده؟ هو انا رجعت تاني من البدايه؟ وات؟ هو المفروض ده بقى الطريق بقى ولا ايه؟ طب اروح فين؟ ايه ده؟ ايوه يا عم البتاع ده اشتغل اهو اللي انا كنت عنده دلوقتي. انا فكرت كل ده هنخش من هنا. ليتس جو. مساء الخير. عبد المندو جه بيقول لك دوس هنا. اوكي بيقول لك ايه في بيعمل اتصال بحاجه. جو ام دي يو ويل سي. بيقول لي روح وشوف. ايه تران مش عارف اوف لاين. ايه القطر اوف لاين دوت؟ هو في طريق طويل من هنا وبيقول لي مش عارف اتصل بالقطر. مش فاهم حاجه يا شباب. بس تعالوا نروح ونفهم. بسم الله الرحمن الرحيم. بيقول لي راقب السقف. ايه ده انا وقعت في حته ضلمه يا جدعان، انا مش شايف اي حاجه. هنمشي من فوق القطر ده، قطر متكسر يا جدعان. بسم الله الرحمن الرحيم. وانا اتصل بقطر ايه بقى وهو متكسر كده؟ ماشي ادينا ماشيين اهو. هوبا هوبا
في مين هيطلع لنا هنا رجالة؟ حد ناوي يطلع؟ حد ليه شوق في حاجة؟ هو انا بلف حوالين نفسي ولا انا متهيألي؟ انا بلف حوالين نفسي. طب اروح فين يا جدعان؟ ايه ده؟ مش ده الطريق اللي انا جاي منه صح؟ ايوه يا عم ده طريق جديد يا جدعان. الحمد لله الحمد لله ماشيين صح كده وكل حاجه ماشيه لحد الان زي الفل وما عطلناش. احنا ما عطلناش. ايه ده؟ او ماي جاد، فكرت عم رمضان ده 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 ده, ده مخلوقات فضائيه. وريني كده. مساء الخير. الو الو سامعني؟ ده مخلوق فضائي. بسم الله الرحمن الرحيم. في ضوء جاي من هناك يا جدعان. نمشي. بص نقف كده نظبطها. هات بس البتاعه دي تنور لنا كده ولا اي حاجه يا جدعان. ايه ده؟ في مخلوق واقف هناك. مخلوق بتاع بام بام الجزء السابع الجديد. او ماي جاد انا اتخطفت انا اتخطفت. هوبا انا موت انا موت. هيعملوا لي ايه؟ هيحولوا لي المخلوق من مخلوقاتهم؟ مش عارف انا مش عارف. ايه ده؟ مساء الخير. انا فقت ولا في ايه يا جدعان؟ اللي بيحصل جوه ده يا جدعان؟ انا شفت حد جوه بيعمل عمليه. ابدا نظر لك اثر البشر. انا بشر يعني الحمد لله نزلت بشر. كده المفروض على اجسادكم تسيرش ميزه. يا عم انا جاي جنبك يا عم وايه الزب اللي واقف جنبك ده؟ احضر لي المقص. هتمص ايه يابا؟ مقص ايه؟ انت هتعملوا ايه؟ يا جدعان صلوا على النبي يا جدعان. هتعملوا ايه بس؟ مقص ايه يا جدعان؟ صل على النبي. ايه ده؟ انا هموت؟ هموت ليه يا حبيبي؟ انا جيت جنبك يا عم. ده جاب شاكوش يا عم. بقول لك هات المقص. هذا ليس مقص. انت معاك واحد غبي موت بصراحه يستحق الموت. جايب لي شاكوش بكده يا عم. بقول لك هات المقص. يلا اهرب انا بقى اهرب انا بقى. تعتقد مش عارف ايه؟ ماشي سيبك منه ده. انا مش قادر اتحرك من على السرير. ظهر كده شباب. انا باي باي كمبوره. ايه ده؟ ده بعد العمليه ولا قبل العمليه ده ولا ايه؟ تفتكروا عملوا لي عمليه ايه يا جدعان؟ ايه ده؟ ده السرير مشرح. الزر كده. انا لسه انا نفسي اعرف ايه اللي جوه ده بقى. مساء الخير. ايوه ده واحد. ساتر يا رب. ده ايه ده؟ ده مصاري. ده حبل. ده انت مربوط يا ابني انت ولا انت بيعملوا فيك ايه هنا؟ وريني كده. انت فاتح بقك كده ليه؟ دكتور سنان. هو دكتور سنان. استنوا بس جهاز كشف الكذب ده ولا ايه؟ ماشي دوس هنا. بسم الله الرحمن. ايه معيش كارت. ماشي مش قلت لكم دكتور سنان البتاع ايه اللي بتشيل البتاع ده؟ عارفينها؟ مش عارفها. المفروض اعمل ايه طيب يا جدعان؟ السرير ده اقعد عليه طيب هنا محلول. استنوا كده الزر كده. انا هشتغل دكتور النهارده. الو بقول لك ايه يابا؟ شيل كده البتاع ده. هذا المريض يحتاج الى دوائه. عايزين نجيب له دواء. ده الدواء اكيد صح؟ ده الدواء مش ده؟ استنى دواء. لو انا مكان الدكتور هشيل الدواء فين؟ ايوه في كارت اهو. حلو قوي. يبقى الكارت دوت ولا يفتح لنا الباب ده؟ سيبك منه ولا دواء ولا نيله. اتكل على الله. ايه ده؟ بسم الله. يلا عبد مندو. يلا عبد مندو. ايه ده؟ مين انتوا حابسين حيوانات اليفه جوه؟ اجري يا عم اجري يابا. في كارت هنا. في بقى هوبا يالا هوبا يالا. دي مجزره جوه. افتح كده وافتح ده كده. يلا قال لك مش تقول ان هو هيطلع. انا فكرت اخش اساعده في العمليه. ايه اللي انا بعمله ده؟ ايه يا عم العيان انت؟ بقول لك ايه اعمل ايه يا عم انت؟ هذا المريض يحتاج الى دواء. طيب احنا محتاجين دلوقتي الكارت عشان نخرج من هنا. اوكي الكارت جبناه المره اللي فاتت من هنا. ماشي الشباب كله يركز مع مندو كوماندو لان احنا دلوقتي هنحل اللغز ده عشان ده لغز جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بتكلم جديد ليه؟ مين؟ اتفضل. هو في حاجه هنا؟ بقول لك ايه راجل. في ثواني بقى كده. في نور هنا وفي نور هنا. لو نورت النور دوت ونورت النور دوت هنلاقي هنا اللولي بوب. هاخد اللولي بوب ديت اكيد ديت الدواء بتاع المعلم اللي جوه. طيب استنى في باب هنا تاني. ايه الباب ده؟ ثواني كده. ايه الباب ده؟ الو استنوا كده. تعالى كده شباب نشوف الباب ده هيودينا فين. افتح افتح. استنوا 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 استنوا. دي عياده عياده عياده. انا عايز كارت نفسجي. طبعا مش معايا كارت بر. ايه ده؟ مطرقه. حلو خدت الهامر. اوكي لقينا الان. مفيش طريق من هنا. الدنيا ضلمه. بلاش نروح عشان هنلاقي حاجات مش هتعجبنا دلوقتي يا شباب. هنرجع بس. يلا الترزيع على التوه. يلا بقى عملتوا لي صداع بقى. بقول لك ايه؟ يلا بقول لك ايه؟ بقول لك ايه يا فضائي؟ جبت لك اللولي بوب. خد خد كل. ايه ده؟ الحبل اللي هنا طلعه وحذفه صح؟ خد تعالى هات هات الحبل. هخش اكتفه بيه بقى ولا اعمل ايه؟ نخش اكتفه بس يا ابني صداع. بقول لك ايه؟ انا خدت خدت شاكوش. حلو قوي حلو قوي. ماشي استنى كده. انتوا بتفكروني كما افكر؟
الحوض كده. عملت له فخ. تعالى ولا عديت من الفخ ده الا يحصل. تعالوا كده نجرب. الحمد لله بنط من فوق. ايه بس اكيد لو انا مسكت الفخ. ثواني كده ثواني. بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير ايها المجنون ايها الشرير. وبا تعالى تعالى اديله 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 كله انا كله كلب شويه ده. انت كنت بتقول اقتله وساعدك تذهب. تقول لي اقتله واخليك تمشي. طيب بس هساعدك. خدي ايه. العفو يا عم الحاج. المره الجايه بقى 200 جنيه كده كرمشهم لي وحطهم لي في جيبي. انقذتك هنبقى اصحاب يعني. ها 010 انت؟ لا يبقى رن عليها عشان 012. بقول لك ايه؟ ومع ذلك سيكون خطتنا متفتحه. هيرغي كتير. خدني بقى عرفني على المستشفى اشجعكم ان تستغلوا في هذه الفرصه. ماشي انا موافق انا موافق نبقى اصحاب لاي حل بين امور اكثر ما يجب مناقشتها. اتبعني. اوكي انا ماشي وراك يا عم الحاج. اتفضل اتفضل. تعمل لي ايه كده يا عم؟ طب انا حدث معظم الاحداث التي حدثت في الطابق يا علاء. بجد؟ اصحابنا هناك هم. هقول لك لك يا دكتور احد الوالدين بشرين فضل هنا على بلازا مالوفا. يا عم انا بشري بس ماليش دعوه باي حاجه. انا راجل غلبان. بعدين انت لقد تم لوثوق بي بالمحافظه على القطعه الاخيره من الصلبان ولخطك لكسر هذه الثقه. وريني كده بقى انت هنا عندك ايه. سيبه ويرغي. انت عايز مساعدتي؟ انظر الى الدمار من حولك. انا شايف دمار فعلا. ماشي اسكت بقى يا عم. انت عايزين نفهم ايه اللي موجود هنا ده. ماشي. دول الناس اللي ماتوا ودول الناس اللي عايشين. عندك الوحش الاخضر دوت عايش اسمه غوريلا تقريبا. يا عم انت عمال ترغي ليه على الصولجان ايه؟ وربما يكون الحظ في صالحنا. ماشي بيقول انت تقريبا تعرف الراجل. عارفه حبيبي عارفه. ده اخويا ده حبيبي. اكلين مع بعض عيش وملح وكنا شغالين قبل كده مع بعض. لقيتك من قبل ساعات قليله على الارجح لانه خايف جدا من بقاء في الظلام او لان المشاغبين والسيد دودو لن يتركوها شانه. مين ده دودو ده؟ مش فاكره ده. بقول لك هنا الشخصيات كترت قوي يا جدعان. الجوكر مات والكائن ده مات. انا فاكره انا اللي موته ده. بامبام مات. الضابط شريف ده لسه عايش. باتمان فاكرينه؟ عمال يرغي. تعال احنا نفتش على بال ما هو يرغي. ما ينفعش اخش هنا. يا عم انت بقول لك ايه يابا بيعملوا فيك ايه هنا؟ يا عم بطل بقى. ايه ده؟ بص الشباب لقيت هنا؟ ماي جاد. في حاجات كتير هنا. ايه ده؟ مصاصه كبيره؟ عايز اتكلم للشيء بالمناسبه لك. ايه هو بقى؟ ايه ده؟ ايه ده؟ دي فرنه؟ دعونا نرى ما اعده مساعدي لنا ليس كذلك؟ ورينا يا باشا ورينا حبيبي. اتفضل 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 يا كبير. خش برجلك اليمين. هو داس على حاجه؟ ايه اللي هيحصل؟ حلو البتاعه بتلف. لف بينا يلا لف لف. ايه ده؟ الحبل ده هيتشد وعك عبيني يا اسطى. اتزحلق جوه رجلي. انت باصص لي كده ليه يا عم؟ انت باصص لي كده ليه يابا؟ هتبلعني. اقدم لك الريموت التو. هو الاسم الذي لم اكن بانشاءه. ده بيعمل ايه ده؟ ثانوا كده. خذها كلها لك. بجد شكرا على الهديه الحلوه دي. ارى قطع مفصله جامده من عند ناس لجازه. تقريبا يا شباب هيخلوا الدور بتاعتي بدل ما هي بتطير قدام ورا تتشقلب. بتعمل صواني ودريفتات. يا عم يلا يا عم يا عم يلا. عمال يرغي. ده مش عارف ايه التحكم. تعالوا كده يا شباب نجرب الطياره الجديده. وريني كده. تعال اهي. اعمل ايه يعني؟ انا ما خدتش بالي يا جدعان. كان المفروض اركز معاه. اضرب ايه؟ انت جايب لي هدف يا عم انت. الظاهر كده يا شباب السر في البتاعه دي. استنوا كده تقريبا هنا. يا عم انا بدوس اهو. ايه ده؟ بص شباب لقيت ايه. مشيت كده يا شباب المكتب ده لقيت فيه البتاع الكبير ده. هذه ليست ملكك لتاخذه. خلاص يا جدعان انا اسف يا جدعان انا اسف. حقكم على ايه ده؟ او ماي جاد. ده طلعت هي دي يا شباب اللي بتضغط مع الزرار على شفت للطيران. ايه ده؟ انا بقيت الدرن. او ماي جاد. استنى اشوف شكلي اشوف شكلي. بالله عليك بالله عليك استنى اشوف شكلي. استنى انا كنت واقف هنا يا جدعان. انا رحت فين؟ ايه ده انا رحت فين؟ بيقول لي خليك داي شيفت. استنوا بقى كده انا كده وقعت صح. شيفت. استنى مسطره بيطلعها فوق. حلو ده بيمشيني قدام. حلو شيفت بينزلها تحت شويه. جميل مسطره يطلعها فوق. انا كده طلعت بره صح. او ماي جاد انا الدرن يا جدعان. ايه ده ايه ده؟ المكان انا اهو. حلو اروح ده زرار ده صح. زرار بين. حلو خلاص ارجع بقى ارجع. انت ما صدقت ارجع اطلع فوق يا اسطى ما تقعش. طب فين الزرار التاني؟ خلاص كده استنوا كده يا شباب في مخلوق هنا. مخلوق القمر هذا انا عارفه.
ماشي، الى اين الان؟ ندوست على الزرار ارجع له تاني المخلوق ده. اهو 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 انا رجعت باشا، انا رجعت يا باشا. ايوه لم يكن ذلك صعبا للغايه، ليس كذلك. لا يا باشا كانت سهله جدا، كانت سهله للغايه. زي مشكلتك يا عم؟ انا مالي يا عم، هو بيسمعنا يا جدعان ولا ايه؟ خيرا يا عم، بطلت رغي، صدعتني يا جا. بيقول لي انزل انت هنا، يخرب بيتك. بيقول لي انزل المدينه، في طريق من هنا، استنى كده. اه في طريق، استنى، في كارت هنا بيقول لي ايه. بيقول لي بليز مش عارف ايه 11 سنه ايه، بليز ويت. ماشي امشي كده اهو. اوكي بيقول لي انا فضيت لك المدينه من الاشقياء. ايه ده؟ مش ده شك ده ولا ايه ده؟ خد يلا ولا امسك حرامي حرامي. ده طار ده. طب امشي وراه ده ولا ايه؟ جدعان الدنيا ضلمه هنا يا جدعان. ايه العملاق ده؟ التمثال بتاعه. ايه ده؟ في واحد بيراقبني من فوق هنا، ده بيتحرك صح؟ بيتحرك. في ورقه هنا بتقول لي بلا 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 بلا. ماشي نمشي كده، مفيش طريق، يبقى الطريق من هنا. ايه ده؟ في شباك هنا. الو حد جوه يا جدعان؟ الحقوني. ايه ده؟ في ظل هنا، في ظل واحد اهو اهو اهو. كل ما بنط بشوف بق. يلا مش مشكله، المره الجايه المره الجايه. امشي على طول طوالي لحد ما تلاقي اشاره ويلكم تو سيتي مش عارف ايه. سيتنجون. ايه الاسم ده؟ ابحث عن الشاهد واتحدث اليه. شاهد، انا ببحث عليك عشان اتحدث اليك. الو يا شاهد، يا شاهد اللي ما شفتش اي حاجه، انت فين؟ فين الشاهد ده يا جدعان؟ الو ولا شاهد ولا ولا شاهد دوت نت. هو فين بقى؟ ادي زرار اهو. مساء الخير، مش شغال. ده بيت الشاهد؟ ده اوتيل؟ ده انا في مدينه بجد ولا ايه؟ ايه ده؟ او ماي جاد، جو ذير. ايه ده؟ طب اروح لده ولا ده؟ ده مكتوب عليه زير وده مش مكتوب عليه حاجه. اه لو انا رحت كده هموت. يبقى اروح لزير. ولا اسمه تيتشر ده ولا ايه؟ انا بقرا غلط والله. ايه ده؟ السلام عليكم. هل يمكنك بفضلك خفض صوتك؟ انت سامعني؟ انا في مسابقة تحديق. انت بتحدك على ايه يابا؟ خصمي اقوى بكثير مما انت بتحدك على ايه يا حبيبي؟ ده حديدة يا عم، انت بتحدك على حديدة. الحوا يا جدعان. الو ايه ده؟ انت فتح يا عم، انت ده مجنون يا جدعان. تعالى كده يا جدعان نمشي. ايه ده؟ في واحد هناك اهو شايفينه يابا، اللي فوق انا جاي لك. افتح لي بس، مش مقفول ده شكله الموضوع. خد يلا خد يلا اللي ماشي يلا ولا اثبت يو. وانت طبعا هرجع لك تاني. ها انت بتحضك لحديد ده، انت بتشتغلني. بقول لك ايه ده؟ في ناس كتير قوي هنا. بقول لك انت يابا، انت اللي هتفيدني يابا. مساء الخير. من بين يا جماعه الاشخاص الذين كانوا ممكن ان ارسمهم العمده، ارسلك انت انسان يابا مش عاجبك؟ ماذا يحدث لهذه المدينه؟ لابد انهم يوظفون اي شخص الان. انا 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 موظف بشري عادي جدا. انت عشان فضائي مستغرب، معلش ما احنا كبشر برضك لما شفناك استغربت. لقد رايت كيف يبدو الوحش الذي هاجم المدينه، لكنني اعرف يا عم. انا عارفه ده هالك الراجل الاخضر، بس على تخين شويه، عنده كرش بياكل الدهون الفتره دي. يا عم اسكت. الوحش اهو، فاكرين يا شباب القمر ده؟ ماشي خلاص يابا، خلصت خلاص. انها تحتاج الرسم عليها. طب ما تجيب كارت يابا ولا اديني. انت عايز ترسم على ايه؟ معلش مش فاهم يا جدعان اللعبه الغريبه دي. ايه ده؟ ورقه. اه جبت ورقه. بيقول استنى، انت اللي عايز الورقه دي؟ وريني كده. اه هذا سوف يفع. قال لي روح هات لي ورقه، انا ما خدتش بالي. بيكتب ايه؟ بتكتب لي ايه؟ بتكتب لي ايه؟ وريني كده، وريني 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 وريني. بتكتب ايه؟ هذا هو افضل ما يمكن فعله، ولا تطلب احدا اخر. اوكي شكرا. هات بقى، هات 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 يا عم اخلص. هات اللي فصلتي يابا، تفصلني فاكرني من فصيله البولدوج يا عم؟ انا بني ادم. هات يا عم، هات يا عم الورقه يابا، ما تستفزنيش يابا. يابا انت مش بتكلم واحد من بتوع ايجيبت؟ ها انا من مصر. يلا مصير للشفقه، انا مصير للشفقه والله. عندك حق. يلا بينا من هنا. ابحث عن شخص ما في المقهى يمكنه مساعدك على الرسم. ده بقول لك ايه، ما تعرفش ترسم يابا؟ انا عايز حد يرسم لي يا جدعان. اللعبه المضحكه دي، المقهى ده موت اللي ممكن يبقى هو. مساء الخير، في زرار هنا ولا حاجه؟ يا جماعه حد جوه بيعرف يرسم؟ اخواننا اللي جوه. ماشي المقهى ده بقى تفتكروا فين؟ يبقى اكيد المقهى ده، لا استنى مش هناك. انا ما جيتش من هنا. اهو اهو المقهى. القهوه دي يا جماعه، افتح الباب مفتوح اهو. كوفي. بسم الله الرحمن الرحيم، خش نطلب شاي على قد فلوسنا بقى وكده. ايه ده؟ في دورن هنا. الزجاج الاصفر ماده قابله مش عارف للكسر، ولكن يمكن توجيه ده بدون قلامه. ماشي طيب ماشي.
تعالى كده وريني ايه ده. لا 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 ما تهزرش، هات الدورن هنا الاول. ايوه ده انا سايبها فوق يا جدعان، واللعبه ما فكرتنيش. وريني بقى كده ايش فين بقى الشباك ده فين. ده الشباك، هو انت شباك يا عم انت بقى، ما تثبتي بقى ما تعصبنيش. استنى استنى، ده شباك صح؟ تيش لا مش اكيد ده مش شباك، ده باب. ايه الغباء ده؟ وانت يابا عمال تقع ليه؟ دورن البايظه دي يا جدعان، حد يشوف لي دورن غيرها يا جدعان بجد بجد. وقعت في الشارع خالص. ايوه اطلعي فوق اطلعي فوق اطلعي فوق يا جدعان. اللي صنع اللعبه التحكم في الدورن بايظ، وكرر التحكم في الدورن بايظ، انها بتلف غلط. ادي الازاز، ما فين يا جدعان الازاز ده يا جدعان؟ في واحد ماشي تحت. ثواني كده، في ازاز هنا، في ازاز هنا، في ازاز هنا. هوبا ايه ده الزار كده يا شباب؟ انا دخلت غلط. طب ننزل تحت شويه، هوبا نرجع بس ورا شويه. ايوه انا جوه. ايه ده؟ لا ده جلتشات بقى وهتتعبوني. لا 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 ده هزار كده، اللعبه بتهزر كده، اللعبه كلها جلتشات يا جدعان. لا 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 لا, لا ما تهزروش، رجعوا لي فلوسي. ليش دعوه، انا عايز فلوسي. ادي يا شباب زرار اهو، ماشي هندوس عليه، دوس على الزر بيو شكرا. ادي كده يا شباب انا ماشي صح، المفروض بقى اكون فتحت حاجه كده. ماشي كده ما اظنش ان انا محتاج حاجه تانية صح؟ ما ينفعش الدور تفتح لي الزراير دي كمان. دلوقتي يا شباب اقدر اخش جوه؟ وريني كده. اقدر اخش. افتح يا باشا الابواب وخلي الكوماندو يخش، او الزرار اللي احنا دوسنا عليه. اوكي ماشي، هنا بيقول لي دوس. اوكي هنخش هنا، مفيش اي حاجه هنا، في زرار هنا مش معايا الكارت بتاعه. عايزين الدورن هنا. اوكي طب ده هنجيبها ازاي هنا؟ نجيبها ازاي هنا؟ طب نتحكم فيها تاني طيب ولا نعمل ايه؟ طيب يا دورن معلش يا دورن، انا تعبت معانا يا دورن، تعالي هنا كده. طيب ده حوار يا جدعان فاشل يا جدعان. ايوه تعالي بقى كده جوه، تعرفي تخشي تبقى اسطوره لو دخل. ايوه سنه كمان سنه كمان، تعالي على ده على طول والله تبقى اسطوريه. يلا بقى ما تكسفنيش بقى عشان خاطر، ما تكسفنيش عشان خاطر. استنى يلا خش، يلا 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 يلا، قدامك قدامك خطوه واحده، قدامك خطوه واحده. يلا ايوه ايوه افتح يا افتح، اديني الكارت ده زرار، هي كل حاجه فيها زراير يا جدعان. ايه الطبليه دي؟ ماشي ايه اللي فتح ده؟ ايوه 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 مساء الخير، تعملوا ايه هنا يا رجاله؟ معاكم مصاصات، كل واحد جايب مصاصته النهارده. ايه ده؟ ده في ناس كتير قوي جوه يا جدعان، حد يفوق الاخ ده، كتر في كتر في مصر المصاصات. بقول لك ايه، ما عندكش مصاصه بالبرتقال؟ اذا انت ما كنت حذرنا منه العمده، انت اكثر ازاز في الواقع. يا عم انت جيت تهزقني ليه يا عم؟ هات الكارت ده انا محتاجه برضو. فلور رقم 6، انتوا قاطعين دماغ واحد هنا يا جماعه، يا جماعه خدتوا بالكم في دماغ واحد جوه هنا؟ مساء الخير، تلعبوا كوتشينا؟ حد جاي على اللي يشيل؟ حد جاي على دماغه؟ ماشي هات المصاصه دي يا عم، بقول لك ايه ما عندكش مصاصه هنا. الو كمؤسسه خاليه من القذاره وجودك غير مرحب به هنا. خلاص يابا انا اروح اقعد معاها، اقعد في اي حته تانية. خلاص لا يا يجب رؤيتي وانا اتحدث معك. الم تقرا اللافتات؟ لافتات ايه؟ انا مش شايف حاجه. فين اللافتات دي؟ كمؤسسه خاليه من القذاره. خلاص انت هتعيد الكلام تاني، يلا بينا يا عم من هنا. في زرار اهو، ده مش زراري. في تحت السلم حاجه؟ مفيش حاجه تحت السلم، لازم نفتش كده يا جدعان واحنا بنلعب كده، هتلاقوا بلاوي. اهو اهو اهو، خلاص انا مش محتاج للرغي اللي تحت ده. يلا افتح يا سمسم، بسم الله. ده كوتشينه، هات ورقه الكوتشينه دي كارت اصلا. ماشي هات براد الشاي ده، انا في بيت ستي ولا ايه؟ في ايه يا جدعان؟ ايه الحاجات دي؟ الو ايه الحاجات دي؟ امشي بقى من هنا، اروح فين بقى؟ الى اين الان؟ لنبحث في المدينه. ماشي دلوقتي يا شباب المفروض ادور على اي حاجه في المدينه اعملها، بس انا ما خدتش بالي من كلام الراجل. تعالى كده مساء الخير، اتفضل حاج عج. دلوقتي يا شباب هنبص بص كده في المدينه، البتاع ده مش هيفتح، وريني كده. لا لسه. ايه ده؟ الحقوا يا شباب، لقيت اتنين هنا معاهم دماغ واحد. ايه ده؟ استنوا كده دوس هنا. ايوه ايه ده؟ الديل الديل الديل، الله عقب. يلا اديها واحد عقبوه بقى. ايوه ايوه ايوه، هوبا هوبا، دي الراس بترقص معاهم يا جدعان. يلا خدوني بقى كده في النص بقى، اعمل مع مكارينا مكارينا. ايه يا جدعان ده؟ ده ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ يلا بينا يا عم من هنا يا عم، دول معاتيه يا عم. ايه ده؟ مساء الخير، خش ارقص معاهم، خش في حفله جوه، في حفله، خش. ماشي يا عم. ايه ده؟ ايه المكان ده؟ ده مارت، اوه ماي جاد، وريني كده. مقفول، طب ايه المكان ده؟ مقفول، ليس لديك اي سبب الدخول حتى الان. اوكي نرجع هناك تاني بقى.
ايوه البور انا جيت. كان الراجل دوت هو بيتكلم كده، الشباب تقريبا سمعته بيقول لك البحه الخلفيه فمش عارف ايه. هو راح فين الراجل ده؟ كان طريقه منين؟ انت كان طريقه منين صح؟ وريني كده فين بقى، فين وريني كده. اخش لك منين انت يابا؟ اخش لك منين؟ ايه ده يا عم انت دلني يا عم على اي حاجه. ايوه ايوه اخذ الورقه. سوف يرغب رئيس الاتحاد الاسلامي بتوجيه للخلف. افتح لك الباب. اوكي اوكي افتح يابا افتح. لازم اديله الورقه يا شباب الاول. اوكي فين الرئيس؟ يا باتمان والله وحشتنا يا باتمان. يعني شوف زكاك يا له من امر مهين. لم استطع انقاذ السيده مايشون. اذا كنت تسال تمكن منها الاشقاء. ابتكت ان انا هحطك في اسوء كوابيسي. هيرغي كتير. هنديك البطاقه الحمراء. او قال لي يا شباب في حد في المدينه بيعرف مكان المخلوق الاخضر، يعني عارف مكانه فين. شكرا. روح بقى فين. ربما كان امثلك على حق في نقل الى هنا. عندما فعلوا ذلك انا انتمي الى احد الازقه المنسابه جوار صناديق الكمامه والكرتون. اوكي يلا سيبني بقى انا لست يا عم. ما ينفعش يا عم. يلا سيبني روح اكتشف الحقيقه. تحدث الى الشاهد في الفندق. فين الشاهد ده؟ تعال نروح نشوف الشاهد اللي ما شافش اي حاجه ده. انت الشاهد؟ مش انت. انت الشاهد؟ انت شاهد بذمتك؟ انت شاهد؟ استنى كده في زرار. زرار الشاهد. افتح يا باب افتح. ده باب الخروج يا عم. الفندق ده البار. اروح الفندق. اروح الفندق. اوكي اوكي اوكي. بقول لك يا اخينا فين الفندق اللي كان هنا يا عم؟ هير وي جو. ست الفندق يا شباب. دوس هنا على الزرار. مساء الخير. عايز احجز شقه عندكم لو سمحتوا او غرفه مطرح ما بتسموها. ايه الفندق المعفن ده؟ خلاص غيرت رايي غيرت رايي. انا اسف. الزرار اهو تريك. مفيش حاجه هنا. بس قبل ما نخش جوه لا ده في حاجات. استنوا بس. ايه ده؟ انت الشاهد؟ انت يابا خضتني. ده اسباني ده ولا فرنساوي؟ اللي يعرف يكتب لي في الكومنتات. عفوا من انت؟ اي ما عبد مندو جيت الى هنا لكي افتشك. انت يخرب بيتك انت بتعمل بيبي كوبايات ولا ايه؟ ايه المنظر ده؟ بقول لك ايه في كوبايه في الحمام بلا عيون اخدتها. انت دي عصريه. عفوا انت ده بيعيد الكلام. لا فكك منه ده ضايع. عفوا من ام ده عنده فقدان ذاكره فعلا. ده كل الناس اللي هنا مخابيل زي ما قالوا لي. افتح ده كده. ايه ده انا سامع صوت. ايه ده سامعين؟ سامعين واحد بيصوت جوه. مساء الخير. اخيرا لقد استجابت شخص ما شكواه متعلقه بالضوضاء. ايوه انا سمعت جوه. انت لست انا بسبب شكواه الضوضاء. ده جدعان اللعبه دي بتسمع كلامي ولا ايه؟ لماذا انت هنا؟ بصراحه كده هو الوحش الذي هاجم المدينه بالطبع اعتقد العمد ان هذا اكثر اهميه من راحتي. يا عم العمد هيروق عليك. بس انت تقول لي مكان الوحش فين؟ ماشي انت تركز على اي شيء يعني اوقفه لك. هو بيصوت ليه طيب؟ اطلب من الشخص الذي فوق ان يصمت بظروف المعارف. اوكي حاضر هطلع اسكتولك. حاضر هطلع اسكتولك. خلاص بقى ما ترغيش كتير. سوف طريق ان تعرف معارفه. سيب فيه يعني انت معاك معلومات. اوكي يا شباب الراجل ده معاه معلومات عن الوحش الازرق اللي احنا بندور عليه او الاخضر اللي دمر المدينه اللي هو هالك ده العملاق ده. ماشي الكارت ده لو سمحت. مش هيدوني طبعا. في عندك حاجه هنا في الكنيف ولا الحمام ده ولا اسمه التواليت؟ التواليت التواليت يا شباب التواليت. نطلع فوق. فين اللي بيصوت هنا؟ لمبة حمر. هو جوه. افتح اللي بتصوت. ايه مشكلتك يا حبيبي؟ ايه ده؟ مالك؟ مالك يا بابا؟ مالك يا حبيبي؟ انا اتخطف؟ او ماي جاد او ماي جاد. اتذكرت لقد كرهتك دائما. انت الجوكر. اجري. ده بيقول لي اجري. اروح فين؟ اجري اروح فين؟ يعني هو بقاله يومين او ثلاث ايام بيصوت وعامل ايده كده عشان الجوكر جوه ومستنيين انا اجيله عشان ياكلني. ايوه يا عم خلاص خلاص ما تصوتش. خلاص خلاص. ايوه ايه ده دخل تحت السرير. ما اجريش. اجري بقى فين؟ اجري فين؟ اجري فين؟ اجري فين؟ الطريق مقفول. الطريق مقفول. الطريق مقفول. افتح الباب. افتح الباب هتاكل. افتح الباب. ما تفتح الباب يابا. يابا يعني الطريق منين؟ خلاص يابا خلصت. يلا بقى اجري عبد الله. في طريق من هنا صح؟ في طريق من هنا. انت جائع؟ يلا 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 يلا. اجري منين؟ اجري منين؟ اجري منين؟
ايوه مكتوب عليها بوابة الطوارئ. اه تذكرتك لقد كرهتك دائما. مع السلامة جوكر. مع السلامة جوكر. يلا 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 هوبا 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 يا اسطى وطي يا اسطى ما تمشي يا اسطى. يا عم يلا بقى اجري 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 يا عبدو اجري يا عبدو اجري يا عبدو اجري يا عم بقى حرام. اعلي بس الشباب كده الاضاءة شوية علشان اشوف الطريق لان انا مش شايف اي حاجة. ايوه يا عم كده عامل اضاءة عالية شوية يا عم. ايوه يا عم انا شايف كده يا عم. يا عم اسكت بقى انت تعبتني يا عم. اجري يا عبدو اجري. ايوه 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 هوبا 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 سكلوبا. لا كده اهو كده اهو كده اهو كده اهو مفيش طريق مفيش. او ماي جاد انا نطيت ده كله بالبلاله ازاي يا جدع ازاي. اجري يا عبد الله اجري يا عبد الله يلا اديها واحده نط هوبا. يا اسطى انا نطيت يا اسطى دوست مسطره يا جدعان والله حرام يا جدعان. يلا يلا المره دي بقى سوف نفعلها. يلا يا جدعان ده ان شاء الله خير. ايه ده اعمل ايه اعمل ايه انط انط. ايوه جت. طب ازاي. يلا 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 فاضل لي نطايه. يلا هوبا هوبا استنى اوه هوب 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 هوب. ها يلا روح فين دول نجري من هنا دول نجري من هنا. اوه امسك يلا امسك امسك. اه مسكت هوبا هوبا. يلا يلا فاضل مترين. يلا 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 اوعدني انت تمسكني. هوبا هوبا هوبا. ايوه كفو عليك خيرا خيرا طلعني يابا زق يابا. كل ده مش قادر يشيل حته عيل صغير. ما تخلصت يا عم من الليله السودا دي. طلع بسرعه دول انا اختبئ في الداخل. هو كمان جاي. لا اجري 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 مش وقته. اقفل يابا الباب ده اقفل يابا. ما تعرفش انا بقالي كام ساعه في الحوار ده. ممكن عايز شوت عشان تقوم على المكان جنبه جوش. يا عم ده انت طب بتدور على صابون سايل. حاسب كده انا ادور انا حاسب في ورقه هنا في ورقه اهي. اتفضل اتفضل ورقه اهي. دور على اي حل اذهب وكف الزاويه على اليسار اي تصدر اي زاويه اي زاويه مين ولا شمال. اقف اني زاويه على اليسار يسارك انت ده يمينك ده ولا يسارك. خلاص هاتني هنا اهو اهو انا وقفت في اليسار. اعمل ايه اطلع فوق يعني ولا ايه. الو اه اه انت ده عايش. ايه ده ايه ده ده طلع جامد. استعد الموت على درجه ده دوستر. ده انت طلعت جامد ده انت طلعت جامد. ما كمل اول يا جدع تعمل كده. انت عملت فيه ايه ده انت رجعته بني ادم. ايه ده انت هتعيط. انا استحق استحق انه يستحق انه يستحق. انت ما بتعرفش ده عمل فيه من شويه يا اسطى ده خلاني. انت بتعيط حاجه يا عم باتمان بيعيط. يا شريف خلاص يا شريف ما تزعلش يا شريف على الرغم من كنا على الساعه توقف على الفكره. الشيء الوحيد ايه هو تاخد وقت من يومك تضحك شخص. هو بصراحه يا جماعه كان دمه تقيل جدا وبسرعه يعني انا شايف يستاهل ان هو يموت ونخلص منه عشان كل شويه يطلع يقول لنا نكته بايخه ومش بنضحك بصراحه. والاسوأ من ذلك ان انا لم اشعر بعد مثل الشعور بالبهجه. يعني انت حاولت تسعد الناس بس انت ما مش حاسس بالبهجه. عنده كام صابع؟ 1 2 3 4 5. طيب يا شباب انا كده هعتمد واقول لكم يعني للاسف الشديد كده خلص حلقه النهارده عشان كان نفسي الشباب اختم لكم الجزء ده كله في حلقه واحده ولكن الشباب الموضوع شكله هيطول قوي. اهم حاجه الشباب تدعموني بلايك للحلقه ديت عشان الحلقه ديت الشباب لو وصلت النهارده كده 15 20 الف لايك ممكن انزل لكم الحلقه الثانيه على طول ايه في ظهرها يعني على طول يعني في ساعتها ان شاء الله يا شباب هنختم اللعبه على طول. نشوفكم يا شباب. لا ما زالت تاكل الحيوانات المهرجين لان طعمهم مضحك. اضحكوا 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 في اي حته اضحكوا يا جدعان هيموت يا جدعان بيقول له نكته. خلاص يا اسطى انت عينك شققت حمار. طب عايزين نختم الفيديو عايزين نسيف. طيب ممكن اسيف مش عارف يا شباب انا الموضوع ده ايه ده بيضحك ضحكته. يلا روحوا طلعت الحمد لله الحمد لله خلصنا منه. خلاص يا شريف جود باي ماي فريند. ما تعرفش صديقك ده عامل فيه من شويه خلاني عدت اللعبه دي 15000 مره. فقد ركن وشاني من فضلك. خلاص يا عم هو تركك بقول لك ما تجيب البتاع ده تحميني انا بعد كده. ايه الطاقيه اللي انت لابس طايفه ودنك دي ودنك دي. لا اقعد ايه الجار الغاضب اروح له ازاي ده نط من الشباك ده ولا اروح له منين ده. استنى كده في كارت مستخبي هنا شفته انا شفته كده يا شباب كده يا شباب. يبقى نختم بقى ايه الدور ده. ايه ده انا نطيت انا مت ده سلم ده سلم والله ما اعرف ان هو سلم. ماشي يا شباب اشوفكم يا شباب في التكمله ان شاء الله وسلام.